أيدتها منطقة الأشرفية في محافظة حلب السورية الاثنين الماضي واستهداف عدد من الأكراد القاطنين فيها، وجدت صداها في إقليم كردستان الذي أطلق منه الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني تهديدات بدخول الأراضي السورية والقيام بعمليات عسكرية لحماية الكرد هناك، بيد أن نوابا عن حكومة الإقليم قللوا من أهمية تلك التصريحات في وقت أكدوا على ضرورة حماية الكرد في سوريا. برأيي البكك لا يقدر أن يتدخل بشأن السوري الداخلي بشكل مباشر، ولكن نحن ككرد في الجهات الأربعة نحتاج إلى المساعدة هذه من أجل حل الأمور والمشاكل في سوريا بسلام واستقرار، لأن الشعب الكردي في سوريا يريد حق تقرير مصيره، وهذه من أهم مطالبه. أعضاء من مجلس النواب العراقي انتقدوا بدورهم تصريحات حزب العمال الكردستاني معتبرينها تدخلا في شؤون دولة أخرى، وطالب النواب الحكومة المركزية بمنع أي محاولات لاستخدام الأراضي العراقية وحدودها لتنفيذ أي هجوم مسلح ضد سوريا. أي دخول لأي قوة خارجية في الأراضي السورية ينعكس سلبيا باتجاه الأراضي العراقية وغيرها من الدول الإقليمية المجاورة، وبالتالي نحن ننظر بريبة وشك وندعو قواتنا المسلحة إلى حماية كل حدودنا، وندعو القائد العام للقوات المسلحة أن يفعل العمل العسكري تفعيلا يسمح له بدفع أي ضرر على الحدود العراقية. هذا التصريح إن صح كإجراء يدخل في تأجيج الصراع في المنطقة، ما علاقة حزب العمال الكردي بأحداث سوريا؟ هذا بلد مستقل وإلى حدوده وإلى سيادته، وعلى الحكومة العراقية أن تمنع أي تدخل من حدودها بالشأن السوري سواء من حزب العمال أو غيره. ويؤكد مراقبون أن سماح العراق ولا سيما حكومة إقليم كردستان لحزب العمال الكردستاني بالقيام بعمليات عسكرية في سوريا ستكون له انعكاسات سلبية على البلاد، وخصوصا بعض مناطق الإقليم التي قد تتعرض لقصف من قبل الجيش السوري بذريعة ضرب مواقع حزب العمال الكردستاني. سنان عدنان، السومرية.